ما مفهوم الدولة المدنية وكيف ظهر هذا المصطلح إلى الوجود؟ ما مرجعية التشريع في الدولة المدنية؟ وكيف يرى منظرو هذه الدولة مبدأ سيادة الشريعة الإسلامية؟ هل يمكن للدولة المدنية أن تكون بمرجعية إسلامية؟ وماذا يعني ذلك؟ هذه الأسئلة تأتيكم في برنامج مقاصد بعنوان هل الدولة المدنية تقابل الدولة الإسلامية في الأوقات التالية؟